السلام عليكم. رائعة هي الساحرة المستديرة، فدائما ما تفاجئنا من حين لآخر وتكشف لنا عن أساطيرها الكروية الفذة، فننبهر ونستمتع، ويخيل إلينا أنهم لن يتكرروا أبدا ولن يأتي من يضاهي قوتهم ومهاراتهم الفريدة. فلطالما أبهرنا لاعبون على مر التاريخ الكروي وأمتعونا بحركاتهم ومهاراتهم المذهلة، محطمين أرقاما قياسية وإنجازات لن تنسى أبدا. ولكن هل تصدق أن هناك أطفال صغار يمتلكون مهارات عالية قد يتفوقون بها يوما على هؤلاء الأبطال السابقين ويحطمون بها أساطيرهم الكروية؟ نعم، فإليك الموهبة الإيرانية آرات حسين. ارتبط اسم آرات باللاعب الأرجنتيني ميسي، فكيف لطفل في عمر السادسة أن يمتلك تلك المواهب الخارقة؟ جسم قوي وسرعة ومراوغة وتسديد بإتقان. فليس من التقليدي أن نجد صبياً في السادسة من عمره ولديه بنية جسدية تتسم بالقوة والعضلات، بالإضافة إلى الخفة والرشاقة. كل تلك الصفات تجمعت في طفل معجزة اسمه آرات حسين. شعبية هذا الطفل زادت في الأشهر الأخيرة، مما لفت انتباه الفيفا وجعلها تنشر له مقطعاً لمهاراته العالية. وبالنظر إلى مهارات آرات، فقد ينتظره مستقبل باهر، وقد يكون من أحد أساطير كرة القدم يوماً ما. وبالطبع لا يوجد أفضل من ميسي ليؤكد ذلك، فقد ارتبط اسمه به كثيراً بعد انتشار فيديوهاته. كريستيانو رونالدو جونيور هو ابن الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولد عام 2010، وقد لاقى إعجاب الكثيرين ولفت انتباه محبي الكرة. فجونيور لديه تسديدات قوية ومتقنة، ويشبه أباه كثيراً في تحركاته وسرعته وضربات الرأس القوية، فيبدو أنه اكتسبها جينياً، بالإضافة إلى البيئة الكروية السليمة التي هيئها له والده. وينشر رونالدو عادة فيديوهات ومقاطع يظهر فيها وهو يتدرب مع ابنه، ومؤخرا كان الصبي يرتدي قميص يونايتد التدريبي ليصبح بذلك محض إعجاب، وقد يكون خليفة أبيه في الملاعب يوما ما. الجوهرة البرازيلية لوسيانينهو، إنها البرازيلية سادة، لا شك أنها ستخرج لنا مواهبا فذة تكون محض إعجاب الكثيرين كل جيل. وهنا الطفل البرازيلي لوسيانينهو يراوغ مثل ميسي ويسدد مثل كريستيانو رونالدو. لديه قدرة خارقة في التسديد من مسافات بعيدة، ويلعب بقدميه الاثنين وبكفاءة متقاربة، كما أنه يمتاز بسرعته مقارنة بزملائه ومن في مثل سنه. الطفل البرازيلي نشأ في مثل بلدة اللاعب نيمار، وقد أرسل له رسالة يفتتح بها موهبته، وقد ظهر في فيديو مع اللاعب الأسطوري روبرتو كارلوس. ويعتبر لوسيانينهو اللاعب كريستيانو رونالدو مثله الأعلى. لنتذكر سويا هؤلاء اللاعبين الصغار، لأنه من المحتمل أن يمتعونا يوما ما ونقضي معهم أوقاتا ممتعة في المستقبل. إذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بلايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. دمتم بخير وفي أمان الله.